يا عزيز، ساوي أي شي، اتصل بأي حدا، خلينا نطمن عنهم. الدنيا عتمت وحياة ما نم بينا من الصبح. وشو أعمل له؟ ها؟ بمين اتصل مثلا؟ روح اتصلي بصهرك المستقبلي، بتلاقيه معه. اختي مانا هيك، لا تظلمها. أنا حكيت مع أهله، قالوا راح على موري مع رفقاته. قلتي موري؟ لكن أكيد بتكون معه. أهلك غلطوا لما سموها لأختك حياة، بتعرفي ليش؟ لأنه ما فيها شيء من الحياة. كأنه رجعنا لنفس الحكي. شو غلطت معك لحتى تضل تفتري وتحكي عليها شغلات طالعة نازلة؟ خلاص لا تبلشي نكاد، اتصلي بمدللتك وشوفي وينها هلأ. ايه موبايلها مسكر، أنا دقيت كتير. زيان موبايله مسكر وحياة مو مبينة، شو بفهم من هي الصدفة؟ هي أكيد هربت معه، وقت بترجع خبرية ما بدي شوف وشها، ما عاد ناقصني أنا، تعملني لسه فضيحة، وتطالعني ماني رجال، وبدون كرامة. خلصنا لهون وبس، ليش لحتى يهربوا هنن أصلاً بدهم يتجوزوا؟ لحتى تثبت إني بلا كرامة. يا الله، أنت الوحيد اللي بتعرف كل شيء. نحن رح نفضح بسببها.